المهيسون فريق مكون من 4 رجال في مهمات صعبة. قول له صراحة شلني يا تقدر هتقدر شل. ياسين انا مش فاهم. مكاوي امي ازي حضرتك ازي حضرتك امي يلا مهند تايمين كده 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 يا ابني وحنكش انا محمود حنكش كل واحد منهم عليه ان يخوض تحديات وينجز مهمات، وإلا خضع لعقاب شديد بلا رحمة. المهيسون احنا النهارده في شاورما الريم، والمهمة بتاعتنا واحد هينزل ويطلب منه حاجات كتير قوي من الثلاثة اللي فوق ولازم ينفذها. عبارة عن الهيدفونز. ولو ما نفذهمش يبقى هو خسران. بس. صاحبي عايز الشاورما بقى سياخ سياخ ورا بعض. ده ايه ده؟ هنا ليه؟ خد ده يا حنش اللي قدامك. خلي مين اللي قدامك؟ بقول لك يا حنش خليك متوتر. حنكش هات التومية من وراك وفي ايدك كده وكلها على وشك. هنكود قول له الدوق ايه ده تومية اسبل بقى يابا مش هلحس انت قطاع يا حنكش لازم ايدك تلمس ايده شوفوا يابا يا ابويا ادينا الاوردر يا عم خلنا نمشي بكرة على الله انت ايه اخلص لك انت مجنون بقول لك ايه عايزك بقى حنكش حاجة كده بطيئة قوي اتحرك ايه بالراحة اخلص بس هات ايوه بالتصوير بطيء دوم واخدوه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بلاش الكيس الضخم ده هو الضخم ده هي بقى اللي هتاخده بقى تصدق؟ قوله تعالى حبيب ماشي واحد باكل بطاطس واحد باكل بطاطس بس واحد باكل بطاطس ارشع اتنين في مناخيرك واتكلم معاه بقول لك ايه اتنرفز واتكرع في وشه نرفز حالا حالا يلا اتنرفز حالا وبص له في وشه واتكرع عامل ايه يا حبيبي؟ خد العيال دي عطلان بيه. استنى بس احط الصوت. ماشي يا شكسوكا. كاس حالا يغفلونا. خد العيال دي بقى. ايه؟ وعامل ايه؟ حط ايدك في التوميه صباعك كده ولحسه للواد. اثبت بقى، اثبت.
بس امسحهم بقى في وشك كلهم كلهم. ايوه بقى بص بقى سب امسك له قول له هات ايديك كده ثانيه وريني ايدك كده امسكها ما تسيبهاش بص له في عينيه وسبل له. انت بتعمل ايه طيب؟ انت لو سالت الساعه كام اسهل من اللي انت بتعمله ده كله. بص له بقى في عينيه وسبل له وجز على شفايفك كده. لا 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 ده ابويا اللي جايبها. لا 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 وخليك ممحون. وده اي حاجه اي تقليب. بص ايديه بص ايديه بص ايديه بص ايديه. انا على فكره جبت النضاره دي انا اشوفها. قول له انا اديك عينيا يا حبيبي. ده انا اديك عينيا يا قلبي. ده روحي وعمري وحياتي كلها تحت امرك. بص ايديه بص ايديه بص ايديه. بص دي ايه نضاره. هنعمل ايه طالبين ايه اصلا؟ بطاطس الدكتور. قول له تعرف قول له تعرف ان شفايفك عجباني. تعرف ان انت ابن كلب. قول له طب تعرف ان ساعتك عجباني قوي. بطاطس الدك انت عارف انه ساعتك عجباني قوي قوي. انسى. قول له اه صراحة الساعة العجبك؟ نفسي بالساعة قوي. ساعة صاحبك تجنن. بالعتبة. وبعدين انت عايز ايه؟ انا عايز ساعة. على مكة برستيج. اسمه ايه؟ برستيج. برستيج؟ هو كله برستيج. قول له ما تجيب ساعة. طب وريني ساعة بجد. والله يا عبد الله. انا شفتها أول مرة. ما شفتها أول مرة. لا يا طلاب عشان بس تعرف بس ان انا بص الام ايه ايه بس طب وريني ساعتك. الراجل ده قول له ساعتك كبيره. ساعتك كبيره ولا صغيره؟ شوف انت عندك ساعتك عامله. انا ساعتي كبيره قوي. قول له انا ما عنديش ساعه. قول له انا ما عنديش ساعه. انا عندي ولاعه. عندي فرن نار. هوا 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 هوا. وانا هجيب لك النهارده في الكشك والمهمه بتاعتنا ان احنا نسرق قدام الزبون ونخليه ياخد باله ان احنا بنسرق قدامه. لو بلغ عننا يبقى احنا خسرنا. لو ما بلغش يبقى احنا كسبنا. طب يلا يلا خش على ده خش على ده. ازيك يا حاج؟ فيش عندك عصير؟ قول له يا حاج بس ما تقولش لحد. يا حاج معلش حاج ما تقولش لحد. حطها في جيبك. لو عايز حاجه اقول له اجيبها لك واديها لك بره. اديها لك بره والله بجد. تعالى يا حاج. حبيبي يا عامل ايه؟ بص الحاج قول له عايز سيجاره ميرت النبي حبيبي. ها الله يكرم. في ولاد الحلال دول ما بقاش في احسن منهم. تحوس كنت صبار. بقول لك ايه يا معلم؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ لايت عايز واحد نسكافيه معلش. كيف؟
10. ممكن واحد نسكافيه صح؟ ولاش ولاش ممكن جبتوا سوبر يا معلم. بكام ده؟ ولاش محتاجة اي حاجة؟ يلا بينا. كيف لسه؟ امشي عكس امشي 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 امشي. يا ميكاو يا ميكو يا عم بقول لك ايه، انا اضرب لب بقى. قول يا برو، قول يا برو، الانتاج موجود يا برو. بقول لك ايه يا مكاوي، اتصالات 100. ايه ده فيها؟ كارت اتصالات 100. ايه؟ كارت اتصالات 100. 100؟ ما ده جوه مش عارف اجيبه. قول له قول له عايز كارت اتصالات 100، الانتاج هيحاسب. طيب ماشي. بقول لك ايه؟ اعمل اللي انا بقول لك عليه، احنا اصحاب. اه استاذ احمد زكي عايز كارت، استاذ احمد زكي عايز كارت اتصالات 100. كارت اتصالات 100 فوري فوري، شحن فوري، شحن شحن فوري. احمد مين؟ قول له شحن، قول له شحن فوري. اللي اتفق معاك عايز، عايز شحن فوري. فوري فوري عايز فوري. فيش فوري؟ هات هات كارت. هات كارت. بتكلم بجد؟ ايه ايوه يا عم بتكلم بجد يا عم، مش وز. قول له تعليمات من الاستاذ احمد زكي. ماشي يا استاذ احمد، قلت لهم خلاص. اتصالات اه شكرا. اتصالات 100 ماشي، حطه في جيبك بقى يا ميكو. اشتغل. يلا يلا مكاوي، يلا مكاوي، يلا يلا مكاوي. علبة سوبر بعد اذنك يا باشا. اتفضل يا بيه. خليه خليه. بقول لك ايه، خليني اقول لك اي حاجه من الثلاجه. تكتب بعد اذنك الكيس ده بس. كيس سوبر بعد اذنك يا باشا. لا في كل بطره بوكس. علبه سوبر، علبه سوبر. لا في كل بطره بوكس. هات هات بوكس. قول له بسرعه بس عشان مش معلش بس كنت تخليها بيرت اصفر ولا جت عليا يا عبد الكاوي؟ ابدلها بيرت اصفر. واحده بيرت اصفر بقى. ايه عايز 2 جنيه؟ مش عارف ايه انت، مش عايز حاجه، مش عايز حاجه. بقول لك ايه؟ انت بتاخد دي كارد ولا ايه؟ لا ده عندك منه تاني ولا لا؟ لا لا مفيش حاجة. لا مفيش حاجة يا باشا. خلاص خلاص يا باشا. اللي هي ايه؟ مفيش حاجة كبيرة. شوف لي حساب دول كام؟ خلاص صباح الفل بقى. صباح الفل، صباح الفل. طبعاً فل بقى فل. احسب دول كده كم؟ حاجات الليل. ليه؟ حاجات الليل. يا عطار. ايه يا قلبي؟ ولا عطار؟ انت توتي موتي على اللي انت تبقى حرام. بقول لك ممكن تديني ميلت اصفر صح؟ بقى يلا اسرع قدامه. لا لا انا عايز مش ازرق، مش اصفر، معلش ازرق صح. طب قال لا ما ازرق معلش. قول له حاجه ثانيه، قول له عايز كبريت اي حاجه. خرطوش، هات لي خرطوش. راجل برضه حط ولاعة السام. هاي ولاعة لك انا مش فوق بعدها ولاعة لك. ايه؟ فوق بعدها ولاعة لك. افوق؟ اه فوق ليه؟ حياتك. ايه؟ حياتك يعني ايه؟ انت عارف يعني ايه؟ خليني اقول لي. اقول لك خلاص. اقول لك ايه؟
يا باشا الراجل ده قلبك. ايه؟ قلبك خالص. ايه؟ قلبك قاعد بيقلب في الحاوي. لا يا عم ما قلبش حاجه. تعالى يا سلام. انت اكلت يا حبيبي. ما قلبش حاجه يا جدعان. ايه يا حبيبي؟ والله ما تخرج. ايوه العب على الطهر. ما قلبش حاجه يا عم. تعالى يا سلام. قلب منك حاجات قد كده. وسامه؟ اجري حاول تغلع منه. حاول تغلع منه. ما قلبش حاجه يا عم. والله ما تخرج. ليه يا عم؟ قلبك ما تخرج. ما غدش حاجة يا جدعان. النهارده محل عصير عائلات المقطم، والميشن بتاعتنا ان احنا هننزل 2 ضد 2. المهم بقى، المهمه بتاعتنا ايه؟ ان اكبر واحد فينا هياكل الراجل هو اللي هيكسب. بس سهله يعني، بس يا ابني اهدى خلاص. ده اللي انت عايزه. عندكم قصب في الطبق؟ اه انا عندي قصب جنبي. يلا يا صاحبي يلا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. تطلب ايه؟ اول ما اقول جاوب دعوه. حاجه بتوفر يعني. اي انت عايز تطلب ايه؟ ايه؟ انا هطلب اي حاجه ساقعه الجو حر. طب بص، انا عشان الكلمه دي امسك كده. ممكن بعدين دول القصب بتاعنا لو عجبك اه انت ذوقه. ممكن تذوقه انا ناس. اه يعني بعدين انا اشغل القصب. لا ادوق كده القصب. لا دي وقعت على الارض. دي وقعت على الارض. ما وقعتش. دي اللي كانت واقعه على الارض يا ابني. واحده تانيه وعلى الارض وعلى الارض كمان. والله لا 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 ماشي. ما حواطه يلا نقول جو بقى. كل دو دي بقى. كل بقى دي عضه. اثنين عضه. كفايه خلاص. موز بلح. موز بلح. لا ثلاثه. موز بلح. لا موز بلح. موز بلح. موز بلح. موز بلح. لا ياي ياي لسه في حته اهي. كمان اه خد ادي واحد جامد. ده جاي انا عايز اكل اصلا. انت رحت فين؟ امسك خلاص كده. ايه كيوي ايه؟ امسك بس. والله تفتح بقك بسرعه. يا عم امسك ولا بسرعه. يا زين. يا عم مش عارف اعمل حاجه. ادي له يا زين اكله. خد بس افتح بقك يا عمي. يا كاميرا حلو. يلا يلا اقعد بقى. بس افتح بقك يا بسرعه بسرعه. هم هم اضطر يا يلا بس خالص خالص ناقص. افتح بقك. افتح افتح. والله انت فاتح. افتح افتح. اوبا انت الحاجه عندي. وريني هتاخدها ازاي. اتفرج. ايه ده؟ ايه ده يلا انت مستفز؟ والله انت فاتح كده خلاص. معلش معلش. تعالى بس تعالى والله. امسك بس. الله يبارك. حاسب على الطرها. امسك بس. موز 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 يا ابني. الموز حلو. يلا اب الراجل ده جعان ولا ايه؟ الموز حلو. كل كل لو حد جاي يقول لنا من بعيد. يلا يلا تعال دوق عندنا. هوبا يا رب بقى يا العب. انا اللي نديته. انا اللي نديته. بعدين تشرب معايا. انا عايز افهم ايه ده وايه ده. ده بلح. ده بلح. ده مش هو كل بلح. لا لا ما كلش بلح. عصب. يا عم مصمصه. يا عم بطيخ. ايه يا جدعان اضرب دي بس. هات صحابك يا عم يضربوا في بقه. يا جدعان اكلوا في بقه. دايس في الكيوي. اضرب في الكيوي. اضرب. اوعى ايدك. اوعى اوعى كده. ايه ضبط. اضرب في الكيوي. ايوه اضرب. كل ايه ده؟ قول بس. كل خد والله. خد تعال تعال تعال. كل كل اروح اعمل ايه ده؟ ايه خد معزه. ايه خد خد بقول لك انت بقى.
تعال مسك منه مسك منه يا ابني انت زهقتني يا ابني تعال انت اقول لك حاجه عايز تضرب بطيخ خد 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 عايز بلح تعال راح فين وربنا لا تاكل والله العظيم اخر اثنين اخر اثنين ماليش فيه ماليش فيه اقول لك ايه تعال حلك دف ورا الراجل اخر اثنين دول اخر اثنين انا حلفت تعال بقول لك انت واقف ليه خد افتح بوق افتح افتح ميه طب اضرب الاثنين دول اشرب ميه اضرب الاثنين دول ادي كمان يعني فكك منه فكك منه ده هاتله عايز ميه اخر اثنين يلا اهو اخر اثنين والله اجيب لك ميه بقى تعال انت كمان اخر اثنين وربنا اخر اثنين اخر اثنين اخد دول خد دول بقى كل دول بقى كل دول بقول لك ايه اوعى يا اضرب دي بطيخ ميه بطيخ يعني ميه بطيخ يعني ميه اطلع له يا مكاوي اطلع له يلا اطلع بطيخ يعني ميه بطيخ يعني ميه بطيخ يعني ميه والموت عبر اذا بتكسب خد تعال اضرب دي لا اوعى اخر 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 واحده منه وربنا اخر واحده منه انا حلفت انا حلفت قدام الله حلفت 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 يا جدع عيب 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 اكل هنكش اكل هنكش اضرب دي يا هنكش هبقى لا عايز ميه يا ابني ميه اه خد تعالى احنا هنا بنشرب شربوا شربوا كيم عايزين نشرب يا عم اقسم بالله يا للاحد ماما هتزعل ماما هتزعل اوكي حبيب قلبي حبيب طب بقول لك ايه عايز تاكل حاجات تانية عصب عصب ها وقف يا واد تمام كده يا نهار ابيض انت مين يا طلعت يعني انت انا صحيت كده لقيتك انت طب انت طلعت بجد ولا انت بيتهيالي انك طلعت ولا طب انت اسمك طلعت ولا اسمك ايه ولا انا سميتك طلعت فانت والله فعلا طلعت انت مين يا طلعت فعلا رخمتك يلا سمرا طلعت قومت لنا والنبي عقاب من على الحمار الا مين طلعت ده فعلا والله الا انت مالك الا ده مين انت عارف الا انا دايما بشوفك في نظري معفن دايما قشطة قشطة وعشان معفن انا هحميك في المغسلة يلا برا قشطة برا قشطة 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 تبقى ماما طلع طب انت اصلك منين والله يا عم محمد تمرت فيك العيش والملح والله يا عم محمد تمرت فيك الدنيا رجعة كل الايام رجعة شايف الناس شايف الناس بتاعت زمان في عيل بقى طالع شبه العسكري الانجليزي بشنب كده هتجيب اتنين من رجالتك وتاخد الدنيا تربطه عقبال ما اروح مشوار واجي لك امان امان حبيبي يا عم محمد أمام يا حبيبي شايف عايز. شايف ان بتاكل بس طب يلا يلا حبيبي والله تمرت فيك العيش راد يا مينا يا جميل تحب العيال بحبهم قوي شفت ربطت لك ازاي اه بالسمرة انت ربطت يا ربطه يا ابني لحق ده برا عنك تعرف هنا حاضر يا ريس خالص هو فين شغل لنا يا ابن البتاع لا يا عم اضربه يا عم يلا 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 اقفلها وشغل الميه يا مينا صلاه على النبي يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل شغل الميه يا مينا اطلق اطلق لفالي لفالي انت معفن خش يا ابني انت هو امسح بقى فوق امسح بيه يا بابا خلاص خلاص فوقك فوقك يلا يلا خش امسح اقفل المايه مينا خش امسح يا ابني طلعه تحت البوط تحت البوط تحت البوط تحت البوط انت الركبه 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 يلا الركبه تعال الركبه من تحت ماشي فين هنا ايوه خده على الضيق خده يا انت ما بتسعفش
سخت على علامك نضافه يا ابني. ما تقولش ادب، ما تقولش ادب. عيب. خلاص يا سمير خلاص. نعيمه النعيمه. على البارد على البارد. خلاص على البارد. خلاص هات الكريم. لسه زي ما انت نتن ومعفن. لسه نتن ومعفن. لا ندف ندف يلا يا سمره تصدق. ندف يا. ودخيلي والنبي يا سيدي. دخيلي طيب يلا. يلا خلاص سيبه يتنفس يلا.